الواحدة إلى ربع نشرة الظهيرة من القناة الثانية، هذه أبرز العناوين. بعدما أجبرت الرياح وعلو الأمواج على الرسوم ومراكب الصيد تغادر ميناء الداخلة هذا الصباح، من هناك ينضم إلينا مندوب وزارة الصيد البحري بجهة الداخلة وادي الذهب. ما بعد الشفاء والتعافي من كوفيد 19 أشخاص قد يعانون من متلازمة ما بعد كوفيد أو كوفيد طويل الأمد، أمراض قد ترافق المتعافي مدى الحياة. ما فرضته الجائحة من تحديات على سوق الشغل وما أفرزته من جيل جديد من الحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية تناقش في المنتدى البرلماني الدولي السادس للعدالة الاجتماعية. ينضم إلينا كضيف لهذا الملف أحمد خشيشن بعد قليل. سؤال ترشيد استعمال الماء في بيئتنا، نادية اليوبي تتوقف عند سلوكات خاطئة لبعض الأشخاص، الشخص الواحد يمكن أن يستهلك أكثر من 200 لتر من الماء في الحمام العمومي. أهلا بكم. بعد توقف اضطراري ليومين بسبب الرياح القوية وعلو الأمواج التي بلغت 3 أمتار، غادرت صباح اليوم المراكب، غادرت ميناء الداخلة. نتحدث عن 3272 مركبا للصيد التقليدي بالإضافة إلى مراكب الصيد الساحلي والصيد في أعالي البحار. ينضم إلينا مباشرة من الداخلة مندوب وزارة الصيد البحرية مصطفى أشكتي بجهة الداخلة وادي الذهب، أهلا بكم. كتسمعنا سي مصطفى أشكتي؟ واش كتسمعنا سي مصطفى أشكتي؟ وي كنسمعكم. إذا اليوم غادرت مراكب الصيد البحري ميناء الداخلة بعد توقف اضطراري، هل هذا التوقف مرده فقط سوء الأحوال الجوية؟ اولا كنشكركم على هذه الاستضافه، فهذه النشرات الانذاريه كيتم الاعلان ديالها طبقا للتوقعات المرتقبه اللي كنتوصلوا بها يوميا من طرف مديريه الارصاد الجويه. وخلال هذا يومين، يعني يوم الجو يوم السبت والاحد، كاين واحد توقف اضطراري علنا المنع ديال الابحار ديال جميع القوارب ديال الصيد التقليدي، اي جميع الوحدات الصيد اللي الحموله ديالها اقل من 3 أطنان، نظرا لان سرعه الرياح كتفوق 65 كيلومتر في الساعه، وكذلك علو الامواج اللي كيفوق 1 أمتار، وهذا كيشكل خطوره على السلامه ديال البحاره. اذا اليوم مراكب الصيد البحري، جميع مراكب الصيد البحري بما فيها مراكب الصيد التقليدي، هل عادت وغادرت الميناء؟ نعم، اليوم صباحا يعني الجميع القوارب الصيد التقليدي استأنفت نشاط الصيد ديالها من جميع قرى الصيد التابعه لجهات الداخله والذهب. شحال عندنا العدد الاجمالي لمراكب الصيد التقليدي وايضا مراكب الصيد الساحلي والصيد في اعالي البحار بجهه الداخله وادي الذهب السيد مصطفى أشكني؟ عدد الأسطول النشط بجهة الداخلة والذهب كيبلغ 3272 وحدة موزعة على 6 نقاط صيد بالصيد التقليدي، يعني الممتد على طول شريط الساحل اللي كتبلغ الطول ديالو 667 كيلومتر، وكذلك 75 وحدة صيد بواخر صيد السردين، وأكثر من 120 بواخر صيد بالخيط، و 30 باخرة صيد عالي في أعالي البحار، أي الصيد بالمياه المبردة. ماذا عن الإفراغات السمكية بميناء الداخلة؟ قطع الصيد البحري بجهة الداخلة والذهب كتعتبر العمود الأساسي و الاقتصاد الجهوي، حيث ان كيبلغ اكثر من 34% من الناتج الداخلي الجهوي لجهات الداخله والذهب. خلال سنه 2021 تم تفريغ
أكثر من 572 ألف طن بقيمة إجمالية 2.8 مليار ديال الدرهم، أي ما يعادل أي تقريبا 3 مليار ديال الدرهم. وهاد الأرقام كتخلي جهة الداخلة والذهب أنها تبوء المرتبة الأولى على الصعيد الوطني بنسبة تفوق 43% من حيث الكمية و 33% من حيث القيمة. وهذا الشيء راجع إلى التنزيل المحكم للبرامج وجميع المخططات اللي جات بها استراتيجية اليوتيس. شكرا لك مصطفى أشكني، مندوب الصيد البحرية بجهة الداخلة وادي الذهب، كنتم معنا مباشرة من مدينة الداخلة. وبين الداخلة والعيون، أشغال توسيع الطريق الوطنية رقم 1 تم إنجازها بنسبة تقترب من 100%. هذا الورش الذي يعد جزءا من المشروع الكبير للطريق السريع تزنيت الداخلة عبئ له كغلاف مالي نحو 900 مليون درهم. في ثاني أوراق الظهيرة في تحيينها اليومية، سجلت بالأمس 13 حالة وفاة بكوفيد 19 على الصعيد الوطني. المصابون الجدد اقترب عددهم من 300 مصاب جديد بكوفيد 19، أما حالات التعافي فقد بلغت 924 حالة شفاء على امتداد 24 ساعة الماضية. ما بعد التعافي أو الشفاء من كوفيد 19 قد يعاني البعض من استمرار فقدان حاسة الشم أو آلام على مستوى الظهر أو صعوبة في التنفس وارتفاع في نبضات القلب. الأمر يتعلق هنا بمتلازمة ما بعد كوفيد 19 أو كوفيد طويل الأمد. الروبورتاج لسعاد زعتراوي ومحمد مجري. متلازمة ما بعد كوفيد 19 أو كوفيد طويل الأمد، ويعني ذلك أن المشاكل الصحية التي يخلفها فيروس كورونا لا تنتهي بانتهاء الإصابة به. أمراض كثيرة يعاني منها المصاب حتى بعد الشفاء، من أهمها تلك التي تصيب القلب وما يترتب عنها من ارتفاع في نبضاته وألم على مستوى الصدر، حالات تتردد كثيرا على عيادات طب القلب. كيبقى عندي ليفور، ما كنقدرش ندير ايفور فيزيك، الا طلعت في الدروج كنسخف وبقات مازال شاداني النهجه، وكاينين دي دولور او نيفو ديال لو دو، دونك ما رجعتش صحتي كيف كانت قبل. في غالبيه الاحيان دونك الحمد لله ما كنلقاوش شي مشاكل اللي هي كبيره بزاف، ولكن في بعض الحالات كيمكننا نجبروا بان هاد المرضى هادو كيقدر يكون عندهم شويه الماء في الغلاف ديال القلب، كيقدر يكون عندهم مشكل في عضلات القلب ديالهم كتكون مقيوسه بالكوفيد، وهادو هما الامراض اللي كتقدر تكون في غالبيه الاحيان عندها علاقه بدوك الاعراض ديال الناس اللي كانوا مصابين بالكوفيد. ما يعانيه القلب من مخلفات كورونا تعاني منه الرئة، السعال وضيق التنفس يطيب لهما المقام في صدر المريض لأسابيع بعد الشفاء من كورونا. والناس اللي كانت عندهم حساسية ومن اللي جا كوفيد وفاتهم كوفيد بالأخص المتحور أوميكرون، جاتهم نوبات ديال الضيقة، يعني الناس اللي ما كانش فيهم الضيقة جات فيهم الضيقة، ولا عندهم واحد النوع ديال الصفير الصدر ديالهم، واحد النوع ديال الكحة بالأخص في الليل. هناك أيضا ما يسمى بالتشمع الرئوي، هناك واحد الفئة اللي دات منها كوفيد خاصة دلتا اللي تصابوا بواحد النوع ديال الكحبة وضعفوا في الجسم ديالهم وما قدروش باقي يتمشاو، ما بقاش يقدروا يطلعوا مع الدروج. ملي درنا لهم تحليله وجهاز ديال السكانير على صعيد جهاز تنفسي، لاحظنا بانه عندهم واحد النوع ديال النشوفيه ديال الريه اللي وصلت حتى للمستوى ديال التشمع الرئوي. كبار السن هم الأكثر عرضة للإصابة بأعراض كوفيد 19 طويل الأمد. الأطباء ينصحون بالإصغاء الجيد لكل رسائل الجسم قبل وبعد الإصابة بفيروس كورونا، التوجه للطبيب فور الشعور بأعراض الفيروس والعودة إليه مباشرة بعد استمرار مضاعفات كورونا وباقي متحوراته. قبل أن نغلق هذه الورقة نتوقف اللحظة عند الأرقام الخاصة بعملية التلقيح الجماعي. نقترب وطنيا من 5 ملايين ونصف المليون ملقح بالجرعة الثالثة.
الملقحون بالجرعه الثانيه يصل عددهم الى ازيد من 23 مليون و 168 الف شخص. الملقحون بالجرعه الاولى يفوق عددهم 24 مليون و 726 الف شخص. ما فرضته الجائحة من تحديات على مستوى سوق الشغل وما أفرزته من جيل جديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أيضا تناقش حاليا في المنتدى البرلماني الدولي السادس للعدالة الاجتماعية. عبد الحميد مرابط ومصطفى السعدوني من الرباط. متغيرات كثيرة جرت تحت جسر جائحة كورونا التي ألقت بظلال ثقيلة على نمط الحياة، فتسارعت عجلة الثورة الرقمية التي أفرزت صياغا جديدة من التواصل والتفاعل مع القضايا الاجتماعية، وظهر جيل جديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بفعل تغير بنيات سوق الشغل، متغيرات أبرزت الحاجة إلى حوار اجتماعي يؤسس لعدالة اجتماعية. أكبر الرهانات هي رهان التنمية. نحن في بلداننا العربية نحتاج إلى سياسات تكون سياسات حكيمة ومدروسة وقابلة للتنفيذ وتنفذ تحت الرقابة. الحوار الاجتماعي هو آلية تضمن كل هذه الشروط. أنا معجب جدا بالأدوار الريادية وكل ما يقوم به جلالة الملك محمد السادس لصالح دول القارة الإفريقية، وأعتقد أن المغرب أضحى اليوم نموذجا يحتذى به على المستوى القاري في ظل ما حققه من منجزات اقتصادية واجتماعية. تحديات لا سبيل لمواجهتها حسب المشاركين في أشغال هذا المنتدى إلا عبر استدعاء نموذج الدولة الاجتماعية وإرساء علاقات تعاقدية تعاونية مبنية على الحوار بدل الصراع والحد من التأثيرات السلبية للأزمات على الإنتاجية وسوق الشغل. نعتبر بأن هذا المنتدى هو حوار حقيقي لإرساء المبادئ العامة لحوار اجتماعي منتج، لحوار اجتماعي قادر على أنه يمتص أولاً تلك النقاشات التي تكون خارج المؤسسات، وكذلك هو فضاء أيضاً للتشاور والحوار من أجل سياسات عمومية منتجة. خص يكون مؤسسة هذا الحوار الاجتماعي عن طريق واحد القانون إطار اللي تحدد المسؤوليات الالتزامات نتاع جميع الفرقاء. ثانيا تقولوا بأن هذا الحوار الاجتماعي ما خصوش يكون محدود في النقاش على الأجور، خصنا نهضروا على القدرة الشرائية، خصنا نهضروا على التكوين، خصنا نهضروا على المناصفة، خصنا نهضروا على السلامة داخل المقاولة. هذا ويسعى المنتدى الدولي البرلماني للعدالة الاجتماعية في نسخته السادسة إلى بلورة مخرجات عملية بشأن الحوار الاجتماعي من شأنها المساهمة في تكريس مقومات دولة الاجتماعية وتفعيل النموذج التنموي الجديد. وينضم إلينا مباشرة من رباط السيد أحمد أخشيشن نائب رئيس مجلس المستشارين. أهلا بكم. إذن المنتدى البرلماني الدولي السادس، أهلا بكم. المنتدى البرلماني الدولي السادس انطلق اليوم في الرباط. سؤالي، كيف يمكن للحوار الاجتماعي أن يكون أداة فاعلة من أجل الوصول إلى عدالة اجتماعية؟ هو بالفعل استاذ سلا كما تفضلتوا في الورقه التقديميه حول المنتدى، الاختيار ديال هذا الموضوع هو اولا اطلاق مسلسل. بالطبع في المغرب تدبير العلاقات في المحادثات الانتاجيه والعلاقات في المجال ديال الشغل عرفت اشواط كبيره في السابق، وبالفعل كاين هناك رصيد لا يستهان به في هذا المجال ديال الحوار الاجتماعي. ما نطمح اليه احنا على مستوى المجلس بشراكه مع شريكنا المؤسساتي اللي هو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهو اننا نرسخوا ابتداء من هذه المحطه اللي احنا فيها، وبناء على التصنيف اللي تفضلتوا به حول الواقع الان من بعد الازمه ديال الكوفيد ومن بعد الاوضاع اللي كيعرفها العالم اليوم، اننا نمشيو في تدبير العلاقات داخل الوحدات الانتاجيه وعلى مستوى المجالات الترابيه في كل ما يرتبط بقضايا الشغل بمنطق غير المنطق ديال التصادم اللي يمكن كان سائد في فترات سابقه.
الآن في كل المجتمعات المتقدمة كاين هناك نزوع نحو إرساء آليات دائمة كتكون فيها الأطراف عندها حضور مستمر باقتراحات منتظمة، ولكن أساسا بأدوات اشتغال اللي تكون فعلا كتراعي بعين الاعتبار أساسا الظرفيات اللي كتجتازها الاقتصاديات المعنية، وكتراعي كذلك الظروف المجتمعية اللي كيعيشها كل مجتمع. البديل عن هذا وهو أننا نمشيو نحو تدبير أكثر بغينا نقولوا انفتاحا على المجهول، واللي بدون شك ما عند حتى شي طرف المصلحة فيه. ما هو أساسي وهو أن التقطنا على مستوى مجلس المستشارين بأن كاين هناك إرادة حقيقية أولا لدى الحكومة، والسيد رئيس الحكومة اليوم أعلن بأن فعلا غادي يتم الإطلاق يوم الخميس المقبل ديال الدورة المقبلة ديال الحوار الاجتماعي على المستوى الوطني، بمعنى أن الحكومة عندها إرادة حقيقية في اعتماد هذه المنهجية. من جهة ثانية مختلف المتدخلين الآخرين سواء على مستوى أرباب العمل أو على مستوى المركزيات النقابية عبروا كذلك من خلال تدخلاتهم من خلال مواقفهم في الفترة الأخيرة بأن هناك إرادة حقيقية هناك في إرادة الملفات كلها لآفاق أكبر أقف عند لآفاق أكبر وأكثر رحابة. اسمح لي أقف سيخ شيشن عند نقطة وردت على لسان شامي، قال من المفترض أن ينفتح الحوار الاجتماعي على نقاط أخرى من قبيل القدرة الشرائية، الأسعار، الأجور، هل يمكن هذا الانفتاح أن يمتص أو يجنبنا ما أشرتم إليه هذا التصادم في ظل وجود هذا الرغبة في انفتاح الحوار الاجتماعي على قضايا أكثر إلحاحا ترتبط أيضا بالظرفية الراهنة؟ بالفعل أستاذة سناء، الواقع الأمر أنه النقاشات اللي كانت كتجري في السابق حول الأوضاع داخل الوحدات الإنتاجية كانت كتنصب أساسا حول الأوضاع المادية ديال الشغيلة. اليوم الكل عنده وعي حقيقي بأن التدبير المشترك من طرف لا المشغلين ولا الناس اللي كيساهموا في العملية الإنتاجية ديال وحدات الإنتاج والحفاظ عليها وضرورة ضمان استدامة حقيقية للفعل الإنتاجي هو اللي كيفضي إلى أن ثقافة الحوار هي المدخل والمخرج الوحيد اللي يمكن له يجنبنا فعلا هذه الأزمات والصدامات اللي يمكن ترتقب في بعض المحطات. طموحنا احنا وهو أننا هذه الدينامية اللي الآن حولها توافق على المستوى الوطني يتم نقلها ليس فقط على مستوى الوحدات الإنتاجية، ولكن كذلك على مستوى المجالات الترابية الأخرى، الجهات والأقاليم وفي بعض الحالات حتى بعض الجماعات، وتكون كذلك عندها ترصيد على مستوى قطاعي باش يمكن إلى رجعنا مثلا السنة المقبلة نقولوا بأن فعلا تقدمنا في تثبيت هذه الثقافة اللي هي ثقافة الحوار، اللي بدونها الآن كاين قاع عند الجميع بأن بدون إرساء هذه الثقافة ما غادي يمكنناش نستمروا في تطوير العلاقات الإنتاجية بشكل المطلوب. شكرا لك سيد أحمد خشيشن نائب رئيس مجلس المستشارين، كنتم معنا مباشرة من الرباط. وتتابعون اللحظة في الشق الثاني من الظهيرة. الفيلم المغربي جردم الحاف القاعات السينمائية بالعربية السعودية بدءا من يوم الخميس من جدة. ضيفنا عبر سكايب ممدوح سالم المدير التنفيذي للشركة الموزعة للفيلم. أجين قراو فرصة يمنحها للعام الثالث تواليا المقهى الأدبي في ورزازات. ما أحلى جمال إفران وميشليفن بالأبيض، لكن الرداء رداء الشتاء غاب هذا العام عن الأطلس ككل في سنة جافة بمطر ضعيف جدا وثلوج محدودة. الروبورتاج لعلاء الدين الحميني والمتابعة معك رحمة الحنا. هي الصورة التي ترتسم في أذهاننا عن إفران وضواحيها كل فصل الشتاء، لكن المنظر هذا العام على النقيض تماما، فالمنطقة لم ترتدي رداءها الأبيض المعهود، غابت الثلوج وغابت معها المتعة والمنفعة أيضا. كانت السواد العام هذا شوية تساقطات ثلجية وحتى المطر هي ناقصة لدرجة أنها هي باش كنسترزقوا الله في هذا العام في لا بيريود ديال الثلج. واش كنقولوا نطلبوا الله يشوف من حالتنا. الحمد لله هذا العام واخا ما طاحش الثلج بزاف لان الامطار كانت قليله، ولكن الحمد لله كانوا الزوار وكانت المنطقه استغلوا الناس هذه العطله وجاوا
جاو لهاد المنطقة. جيت لهاد المنطقة باش نزور مع العائلة ديالي، الأب ديالي الأم ديالي الأخت. جينا لهذا نستمتعوا ولاحظنا أن تساقط الثلج لم تكن، ف يعني قلنا الحمد لله. نادرة هي أيام هذا العام التي حملت معها تساقطات مطرية أو ثلجية إلى المنطقة. مرد ذلك وضع مناخي يتسم بسيطرة المرتفع الآسوري على أجواء البلاد. هذا الضغط المرتفع في الحالات العادية يتراجع نحو الجنوب ويفسح المجال للمؤثرات القطبية التي تتقدم نحو المغرب ونحو البحر الأبيض المتوسط الغربي، ويعطينا تساقطات مهمة على مستوى الأمطار وعلى مستوى الثلوج. لكن في بعض الحالات يتقوى هذا الضغط المرتفع لجزر الأسور ويشكل حاجزا أمام تقدم الكتل الهوائية القطبية، ما يعني انحسار الاضطرابات الجوية والدخول في فترة جفاف قد تطول أو تقصر حسب حركة المرتفع المذكور. غياب الثلوج عن المناطق الجبلية يكبح عجلة السياحة الشتوية بشكل واضح، يؤثر بشكل بين أيضا على الغطاء النباتي والموارد المائية الباطنية تحديدا. سؤال تدبير الموارد المائية يستوقف نادية اليوبي في فقرة ظهيرة الاثنين بيئتنا تعدها وتقدمها. أهلا بك نادية. أهلا بك سناء. إذن حال إفران كيقول أننا نعيش سنة بتساقطات ثلجية محدودة جدا وتساقطات مطرية ضعيفة، وهنا السؤال اللي كيطرح كيفية التعامل الصحيح مع الماء، لأنه النصيب ديال الشخص تراجع النصيب دياله من الماء. وصراحة سناء هذا السؤال يدعونا نحن كمواطنين وكمؤسسات إلى إعادة التفكير في كمية الماء التي نستهلكها والتي نقوم للأسف بين قوسين نقوم بإهدارها. فكما قلنا وأشرنا أيضا في فقرة سابقة أن معدل نصيب الفرد سنويا من الماء في المغرب بعدما كان يقدر ب 1700 متر مكعب في السبعينيات أو سبعينيات القرن الماضي أصبح لا يتجاوز اليوم 700 متر مكعب. زيادة الطلب على الماء وانخفاضه طول الأمطار بسبب التغيرات المناخية للأسف يرسم ملامح حصة الفرد من الماء مستقبلا، إذ يرتقب أن تتراجع حصة الفرد من الماء ما بين 10% و 20% سنة 2030، ثم ما بين 40% و50% في أفق 2050. بالرغم من هذه الأرقام المخيفة التي تساق في التقارير بين الفينة والأخرى، إلا أن الإنسان للأسف ما زال غافلا عن الجريمة التي يرتكبها في حق هذه المادة الحيوية. ففي الحياة اليومية يستهلك من 8 إلى 12 أو يستهلك من 8 إلى 12 لتر من المياه في المرحاض وحده. أما بالنسبة لآلة غسل الملابس، والرسالة هنا موجهة لكنا أيتها النساء في البيوت، الآلة تستهلك من 60، نعم إن كانوا يستعملون آلة غسل الملابس، فهذه الآلة تستهلك من 60 إلى 100 لتر في اليوم. فيما مياه الاستحمام لمن يأخذ حمامه يوميا بمياه الرشاش فليعلم أنه بهذا الفعل هو يستهلك من 60 إلى 80 لتر خلال مدة لا تتعدى 10 دقائق. أما الحمامات التقليدية للأسف التي تعرف أكبر عملية إهدار للماء بها يستهلك أكثر من 200 لتر للشخص الواحد أثناء حمام واحد فقط، لنصل أخيرا عند أشخاص يستمتعون بغسل سياراتهم بمياه جارية تفوق كميتها القدر الذي تحتاجها السيارة لتصبح نظيفة. هنا يجب نتوقف أيضا عند من يعشقون كنس الأراضي بالمياه الجارية، من يفضلون سقي المساحات الخضراء بمياه العذبة، حتى المسابح الخاصة كثيرة والمسابح أيضا. إذن هذه الأرقام يعني هي تعامل خاطئ مع الماء عموما، خصنا نعيد النظر لأنه الواقع كيقول لك أنه حصة الفرد بدأت كتراجع من الماء. هذه الأرقام تدعونا للتفكير ربما في آليات جديدة صديقة
المفهوم ترشيد الماء والمبادرة ستكون من المحمدية. من المحمدية. نحن في فقرة سابقة كنا قد توقفنا مع السيدة سعاد كيف هي تستهلك الماء بشكل معقلا، وما دمنا تحدثنا اليوم عن غسل السيارات فمبادرة اليوم وبالرغم من كل الأرقام التي سلف ذكرها والتي تبعث صراحة على القلق، إلا أن الأمر لا يخلو من التفاؤل عندما نقابل أشخاصا يبذلون الجهد ليبتكروا أسباب وأساليب صديقة للبيئة. إلياس واحد من بين هؤلاء الأشخاص الكثر، عرف في مدينة المحمدية ببراعته في غسل السيارات بكمية قليلة جدا من الماء وأيضا باعتماده على مواد طبيعية للغسل الجاف لتفادي الإسراف في استعمال الماء. رافقنا إلياس في عمله يوم أمس لنكتشف بعضا من أسراره ومن أسلوبه هذا. أمين حدو كان رفقته لنتابع. كنخدموا بفابور وبرودوي وطورشون فقط، يعني ما كنحتاجوش كمية ديال الماء ويعني وكان ولا يعني ايترو ديال 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 البرودوي كنقدروا نغسلوا به طوموبيل. مزيانه زعما اقتصاديه وحفاظ على الماء. حبذا لا كان كلشي قاعد لافاج يخدموا بهذه الطريقه هذه كتكون كاع احسن. حنا ما كرهناش كاع تكون عندنا واحد الميثود كاع نديروها في ديورنا تكون بحال هكا كاع. لو كونسيبت ايكولوجيك ما كاينش عليه اقبال كثير، فيلاه بدا يلاه حنا كنحاولوا نوضحوا للناس ونبينوا لهم بان لو ريزولتا كيكون لو ميم بالنسبه للافاج دو فواتور، سوف كو هنا كنقتصدوا فريمون المو ما كنكرفسوش الدنيا و فوالا. دونك الاقبال بالنسبه للكليون قليل صراحه، لان الناس باقي عندهم فكره ان الاستعمال ديال الماء هو اللي غادي يغسل لا فواتور، اور كو سي لا ميم شوز. وكاين اون كاتيجوري ديال الناس اللي عندهم زعما لو مايند سيت يعني كيفكروا ايكولوجيكمون، كيقول لك وي بوركوا با، حتى حنا بغينا ان كونسيبت فريمون ايكولوجيك ما نضيعوش الماء. اذا هو اسلوب من بين مجموعه من الاساليب التي نقوم بترشيد المياه من خلالها. انتم ايضا إن كنتم تستهلكون المياه بشكل معقل فلا تبخلوا علينا بمشاركتنا مبادراتكم وإبداعاتكم في هذا الباب عبر عنوانين اثنين، عبر ماسنجر فيسبوك وهو deuxième.ba وأيضا عبر الميل citoyenecolo@deuxième.ma. نختم بالتذكير ونرجو الجميع أنه يرأف بالمياه عندما يستعملها، خاصة للثقافة، لأن الكثير لا يجد الماء حتى للشرب. شكرا لك نادية، وإلى الاثنين المقبل إن شاء الله. تماشيا مع روح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومن أجل محاربة الهدر المدرسي وتشجيع على التعليم، تعمل بعض الجمعيات على بناء حجرات دراسية بالمناطق النائية وفق الضوابط القانونية. النموذج نسوقه من إقليم فيجيك بالضبط من قصر أزار، حيث تتراوح نسبة الهدر المدرسي ما بين 2 و6%. أبسم الطعام. جو احتفالي لساكنة قصر أزار تؤثثه فرحة تلاميذ المستوى الابتدائي بهذه المنطقة النائية من إقليم فيجيك بمناسبة بناء حجرة دراسية تمثل لبنة جديدة في مسيرة محاربة الهدر المدرسي. غادي يديو الهجر. عجبني الطاولات وعجبوني القصص وعجبوني الألعاب. هي المبادرة الخامسة لجمعية دار الخير بشراكة مع المديرية الإقليمية للتعليم، وتدخل في إطار تقليص الفوارق المجالية في مجال يطبعه ترحال الساكنة التي تعتمد بشكل كبير على النشاط الرعوي. كنت نطلبوا من نسيم الجمعوي أنه ينخرط في المبادرة هذه، يفكروا في المناطق النائية ونشجعوا على التعليم اللي هو من الركائز الأساسية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وهذا يدخل في إطار توسيع العرض التربوي وكذلك تطبيق القانون الإطار 51/17 اللي كيفرض على المديرية الإقليمية أنها تبحث على شراكات. تبلغ نسبة الهدر المدرسي بمستوى التعليم الابتدائي بمنطقة معتركة 2%، أما ببوشاون بإقليم فيجيك فتراوح 6%.
والآن نصل إلى صفحة الثقافية للظهيرة. جرادة مالحة في العربية السعودية. فيلم دريس الرخ سيعرض في القاعات السينمائية بالعربية السعودية بدءا من يوم الخميس المقبل. وجرادة مالحة هو الفيلم المغربي الأول الذي يعرض في دور السينما بالعربية السعودية. صورت مشاهد جرادة مالحة في إفران مكناس آزرو وبن صميم، وقد حظي باستحسان عالمي في العديد من التظاهرات الفنية السينمائية، وقد فاز بجائزتين. الأولى في مهرجان تورونتو توج جرادة مالحة بجائزة أفضل فيلم، وحصد جائزة أفضل إخراج في مهرجان الإسكندرية لسينما البحر الأبيض المتوسط. كده الدورة في البحر. وينضم إلينا عبر سكايب مباشرة من جدة ممدوح سالم، وهو المدير التنفيذي للشركة الموزعة للفيلم. أهلا بك. أهلا بكم. إذن فيلم جرادة مالحة في القاعات السينمائية بالعربية السعودية يوم الخميس المقبل، ما سبب اختيار الفيلم المغربي وهو أول فيلم مغربي يعرض في السينما بالعربية السعودية؟ صحيح، تنطلق العروض التجارية الأولى للفيلم المغربي جرادة مالحة الخميس القادم 24 من شهر فبراير الجاري في المملكة العربية السعودية. اختيارنا للفيلم، نعمل حاليا من خلال الشركة لاختيار أفلام مميزة سواء من العالم العربي أو من أوروبا وآسيا، وهذا نهج أخذناه مؤخرا بهدف استقطاب أعمال مميزة وتقديمها للجمهور السعودي وأيضا للجاليات العربية المتواجدة في أراضي المملكة العربية السعودية. فيلم جرادة مالحة يعد أحد الأفلام المميزة والذي عرض في كثير من المهرجانات والمناسبات السينمائية وحقق العديد من الجوائز، وبالتالي كان اختيارنا أنه هو يكون الفيلم الأول من دولة مملكة المغرب الشقيقة لعرضه لدينا في صالات السينما السعودية. كم عدد الصالات أو القاعات السينمائية بالعربية السعودية اليوم؟ حاليا عدد صالات السينما وصلت إلى 50 صالة سينمائية في المملكة، وطبعا هناك ما زالت صالات السينما في ازدياد، لأنه هناك رقم مستهدف أن تصل عدد صالات السينما في السعودية إلى 350 صالة سينما في جميع مدن ومناطق المملكة العربية السعودية. هل هناك تجاوب من الجمهور السعودي والجمهور العربي عموما في العربية السعودية للسينما المغربية؟ هل الجمهور السعودي يعرف بعضا من خبايا السينما المغربية، أم جرادة مالحة سيكون مدخلا للتعرف على وجه من أوجه السينما المغربية في العربية السعودية؟ بالتأكيد السينما المغربية هي سينما عريقة وسينما معروفة على المستوى العالمي، ولعل المنصات الرقمية والقنوات الفضائية قد قربت كثير للجمهور السعودي. يعني في السابق كان العمل الأعمال السينمائية اللي تعرض كانت محصورة إما في أعمال أمريكية أو في أعمال عربية تحديدا مصرية، ولكن بدأنا مؤخرا نشاهد عروض لأفلام مختلفة من دول أوروبية، من دول آسيوية، أيضا من دول عربية. وفيلم جرادة مالحة هو سيكون الفيلم الأول، وهو المدخل من خلاله سيتبين مدى إقبال الجمهور السعودي على هذه الأفلام. دائما الفيلم الجيد هو ما يفرض نفسه بغض النظر عن هوية هذا الفيلم. دائما الفيلم الجيد، الآن أصبح المشاهد السعودي على وعي بما يقدم من أفلام، تجدي حريص أنه يبحث عن هذا الفيلم إما من خلال مواقع الإنترنت أو من خلال قراءته في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، يقرأ عن الفيلم، يقرأ الفيلم ماذا حقق، أين عرض هذا الفيلم. بالتالي هذه كلها مؤشرات تعطينا أنه سيكون هناك إقبال جماهيري جيد على فيلم جرادة مالحة. شكرا لك ممدوح سالم، المدير التنفيذي للشركة الموزعة للفيلم. كنتم معنا مباشرة من جدة عبر سكايب. أجي نقرأ. مبادرة تختزل هدفها في العنوان التشجيع على القراءة، فرصة يمنحها للعام الثالث تواليا المقهى الأدبي في ورزازات. نسب عزيزي والحسن بالعلي. فنجان قهوة ترتشفه بطعم القراءة،
هنا في المقهى الأدبي لورزازات يلتقي الطلبة والباحثون ليجمعوا بين رائحة البن وأنس الكتاب. وهي واد ما نجلسوا يعني في مقهى ونشدوا قهوه ونقابلوا التليفونات ديالنا، كنجيو لهنايا ونلقاو يعني كتب ونطلعوا بحكم انني يعني طالب كندرس القانون، فكنجي لهذا المكان اللي كنرتاح فيه. تاتي على الاخضر واليابس. في الدورة الثالثة ليوم الكتاب بعنوان اجوا نقراو، قراءات شعرية واحتفال بالونيس والجليس في زمن الرقمنة، والأولوية لتشجيع الشعراء الشباب. ما أحوجنا إلى هذه المناسبات التي نحيي فيها الكتاب، وهي لحظة وفرصة لكي نعانق فيها الكتاب، وهذا ما أنصح به الشباب، لأن هناك مجموعة من الشباب لديهم ما يقولون، بل لديهم إبداعات ومواهب، وما ينقصهم فقط هو تشجيعهم. حاولنا نترجموا التزامنا وإيماننا بالشأن الثقافي إلى دعم الأنشطة الثقافية بالمدينة والإبداع الأدبي والفكري، حيث خصنا واحد المبلغ مالي لدعم المبدعين والناشرين بهذا الإقليم. وبروح الامتنان تكريم لأقلام بصمت المشهد الثقافي بالإقليم. مسك الختام فقرات موسيقية في يوم الكتاب، يوم يحتفي بالمبدعين أصحاب الكلمة الراقية. رسميا انفصل الرجاء البيضاوي عن مدربه البلجيكي مارك فيلموتس بعد 3 أشهر من توليه مهمة تدريب النسور بعقد كان من المفترض أن يمتد لسنتين خلفا للتونسي لسعد الشابي. وقد عين مكتب الرجاء البيضاوي مؤقتا محمد بكري مدربا يساعده بشكل مؤقت دائما، مشعيب المباركي مدرب فريق الأمل. في الختام نذكر من بين أبرز ما جاء في نشرة الظهيرة: بعدما أجبرتها الرياح وعلو الأمواج على الرسو، مراكب الصيد تغادر ميناء الدخلة هذا الصباح. تابعنا أيضا في الظهيرة: ما بعد الشفاء والتعافي من كوفيد، أشخاص قد يعانون من متلازمة ما بعد كوفيد أو كوفيد طويل الأمد، أمراض قد ترافق المتعافي مدى الحياة. ما فردت الجائحة من تحديات على سوق الشغل، ما أفرزت أيضا من جيل جديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تناقش في المنتدى البرلماني الدولي 6 للعدالة الاجتماعية بالرباط. سؤال ترشيد استعمال الماء ناقشته نادية اليوبية في فقرة ظهيرة الاثنين. بيئتنا توقفت عند بعض السلوكات الخاطئة، الشخص الواحد يمكن أن يستهلك مثلا أكثر من 200 لتر من الماء في الحمام العمومي. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا الإخبارية. الموعد الإخباري القادم مسائيا في 8:15 مساء فصواغ الليلة مع إحسان بن بل، والمسائية في 9:15 ليلا مع زكريا إيت عبد المجيد. إلى الغد إن شاء الله.